السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي، عاملين النهارده جاي لكم فيديو جديد. اول كلام طلع على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ايه رايكم في ستايل شعري؟ حلقت يا جماعه الخير. انا عايز اقول لكم ان انا الفتره دي بجهز لحاجه كده في رمضان ان شاء الله، هتنقل حمام مواهب حبيب الشعب ده في حته تانية كده عندكم، فانا اسف لو بتاخر عليكم في التنزيل ده، هم يومين بس، يومين دلع كمان، سامحوني. انا بصراحه شايف ان في ناس ما قصرتش، وان في ناس لاجل حمام مواهب بتاكل المنصه، فشكرا لكل حد بيدعمني، وشكرا لكل حد عمال يشارك القناه واللي هو بيحاول يوصلنا على قد ما نقدر 500000 اخ واخت قبل شهر رمضان، مع ان خلاص رمضان على الابواب اهو، بس مش مهم، انا عارف ان انت ما قصرتوش والله العظيم. المهم بقى قبل اي حاجه، انا عايز كل الناس تنزل تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان كل ما انزل قصه جديده او فيديو جديد يجيلك الاشعار بتاعه، عشان القصه الجايه هعملها لكم رعب، بذمتكم ما وحشكمش الرعب. ويلا مين على الخمس كومنتات الايجابيه العشوائيه اللي بنمسح عليهم كل يوم؟ يوسف جمال، انت ما تستحقش لقب حبيب الشعب، عشان اللقب ده قليل عليك، اللقب اللي تستحقه حبيب الكون او حبيب المجره، زائد احنا بنحبك جدا، كمل يا احلى حمو يا حبيبه يوسف. محمد، احلى حمو واقف في الكون من كتر ما القصص اللي بتحكيها واقعيه، انا بحس نفسي مكانك، من تطور لتطور، ان شاء الله توصل نص مليون مشترك قبل رمضان. عارف يا محمد، انا لو همس عليك في الفيديو ده طلعت الكومنت بتاعك، فده عشان انت بتعزني. طب عرفت منين يا حمو ان انا بعزك؟ انا لقيتك عامل الكومنت ده 200 مره. اه والله العظيم بجد، من الناس اللي عملت لي كومنتات كتير قوي على الفيديو اللي فات، فانت ما تستخلش عليا برضو ان انت تنزل تعمل لي كومنت ايجابي وتاخد كوبي كده وتعمل لي كومنتات كتير. عايزين الفيديو بتاعنا يخرب كومنتات بقى، ده انت وحشتوني. علي زين، بسم الله ما شاء الله، انت بتخلينا في المود بطريقه غريبه، بس ربنا يوفقك ونوصل 500 كي قبل رمضان. اسمع من بقك ربنا يا عم علي، وان شاء الله هنوصلهم باذن الله. ملك محمد عزت، الاشعار بتاعك عامله له نغمه كده لوحدها، كل ما اسمعها اجري على طول، بجد جامد، استمر واحنا معاك بالدعم ان شاء الله. يا لهوي يا ملك، تسلمي لي قلبي على كلامك الحلو ده. ايوه كده، ميزونا كده في موبايلات، انا بحبكم حد. رودينا ايمن، حقيقي اليوم كله بيبقى تعب، دروس ومذاكره، وبحب دايما اختم يومي بحاجه حلوه وفيديوهاتك اللي بختم بيها، استمر انت اجمل واحد على السوشيال. تسلمي لي يا رودينا يا مرايا، وبالتوفيق ليك ان شاء الله. المهم بقى، انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، واسف لو انا اتاخرت عليكم، زي ما قلت لكم انا بجهز موضوع في رمضان موت الموت الموت، والله العظيم هينقلني معاكم في حته تانية ان شاء الله. ويلا بينا على قصه نوح الجزء الخامس والاخير. هو انتوا صدقتوني؟ صدقتوا ان انا نوح؟ لا انا ما بمثلش على فكره، انا بحكي لكم قصه، تعاطفت معاه شويه. ايوه نوح كان بيجي يحكي لي انا واختي، اتعرفنا عليه يوم التطهير وحكى لنا على كل حاجه، فبالتالي حكايته صعبت عليا، وانا بحب الميديا جدا وبحب السوشيال ميديا وعندي تشانل على اليوتيوب، فقلت احكي لكم قصه نوح عشان ما تغلطوش نفس غلطته، واللي هو ما صبرش على حقه، ما استناش ان القانون يجيب له حق، مشى ورا شله دماغها تعبانه شويه. هو انت كل ده مصدقني ان انا نوح؟ انا تشارلي. زمان الناس دلوقتي في دماغها ايرور، تشارلي مين يا حبيبي؟ هقول لكم، انا تشارلي، بابا مدير بنك وفرد من افراد القصه على فكره. ايوه انا اللي بابا قتل ام مدغشقر، تستغربوش من التصريحه دلوقتي والستايل بتاعي دلوقتي، لان الكلام ده كان السنه اللي فاتت. اهدوا كده وركزوا معايا وانا هصحح لكم كل حاجه. طب خلاص، خلي تشارلي دي قدام شويه، انا دلوقتي نوح ما بقاش عارف يعمل ايه، والتطهير فاضل له نص ساعه. انا من الساعه 7 لحد الساعه 11 ونص بتكلم مع بنت مدير البنك اللي هي اخت تشارلي، وصلت لمرحله ان انا بكلمها فيديو كول. طيب انا هعرف احل لك ده، ايه رايك لو انا اجي لكم دلوقتي؟ انا ماليش حد، وخايف لما تغشكر يعمل فيها حاجه ويغدر بيها هو وطايا، عشان عارف ان انا غدرت بدكتور احمد. بنت مدير البنك وافقت وفعلا صدقتني، وخدت بعضي ورحت جاي نازل من الاوتيل. نزلت تحت لقيت مدغشقر، انا شفته هو ما شافنيش، خدت بعضي ورحت جاي متدارف جنب، سمعته بيكلم السواق وبيقول له فاضل على التطهير ربع ساعة، اطلع هات نوح بسرعة من الاوتيل. في ربع ساعة بالظبط كنت انا محضر شنطة الكتف اللي هي الصغيرة، فيها اهم حاجة اللابتوب بتاعي، وهي كده كده كان فيها كام طقم داخلي على تيشرتين وبنطلونين، وسحبت الشنطة على كتفي ونزلت. دول الربع ساعة اللي انا اتأخرت فيهم، لان دلوقتي حاليا الساعة 12 الا ربع، ركزوا معايا، اصبح فاضل على التطهير ربع ساعة. الربع ساعة دي انا واقف قاطع النفس، زي ما قلت لكم الجزء اللي فات، مدغشقر نزل من العربية وقف على الكبوت وراح جاي معمر سلاحه واستنى التطهير يبدأ. انا الربع ساعة دي واقف في داخل الاوتيل وشايف مدغشقر وقاطع النفس. الاوتيل من تحت ما فيهوش سريخ ابني يومين. طبعا زي ما قلت لكم مدغشقر بعت السواق اللي هو واحد من التيم انه يطلع يجيبني. ده طلع من هنا فين؟ اول ما بتخش فندق مش بتلاقي نظام مكتب رخام كده اللي بيبقى واقف وراه الموظف اللي بيسلمك مفاتيح الغرفه؟ رحت اداريت ورا المكتب ده. السواق اللي بعته مدغشقر اللي من التيم بتاعنا اول ما طلع قدامي، خدت بعضي ورحت جاي طالع من الاوتيل، اتسحبت ودخلت العربيه، ولحسن حظي وعشان تكونوا فاهمين العربيه بتدور بزرار كنترول. اول ما ركبت العربيه من هنا، مدغشقر واقف على كبوت العربيه وماسك مسدس في ايده، شكله كان مستني حد. المهم عطيته الامان شويه، وفي ثانيه لثانيه قفلت باب العربيه ودوست على زر الكنترول ورحت جاي مدور العربيه. ممكن نرجع بالزمن دقيقه واحده؟ معلش هتعبكم معايا. ايه السبب اللي خلاني اتفاجئ واشد باب العربيه وادور العربيه بسرعه؟ لقيت عربيه تانية داخله علينا يا جماعه الخير. عارفين الانوار اللي هي بتتعلق على البلكونات دي؟ ايوه اللي بيعلقوها بتوع الفراشه، مقفلينها في عربيه، جايبين نور اصفر كده ومقفلينه في عربيه، العربيه كلها فروع النور دي.
العربيه دي فرملت قدام العربيه اللي انا راكبها. انا كل ده قلت لكم لسه ما دورتش مين اللي نازل من العربيه اللي قدامي. طايا ومعاها بنتين من التيم، ومش هتصدقوا مين كمان معاها، اخو سوريا الاسمران الاقرع، فاكرينه؟ بس اهدوا كده، احنا كده ربطنا احداث القصه كلها ببعض. ممكن نتقدم للمستقبل دقيقه؟ انا شفت المنظر ده من هنا يا جماعه الخير، رحت جاي مدور العربيه بزرار الكنترول وخدت في وشي، شفت العربيه اللي قدامي. مين اللي اول ما لقاني دخلت في العربيه اللي قدامي دي راح جاي هارب؟ اخو سوريا الاسمراني. انا ما وقفت الثانيه يا جماعه الخير، اللي مستغرب منه ان طايا معاها سلاح، والبنتين اللي نازلين من العربيه اللي معاها في التيم معاهم سلاح، ومدغشقر معاه مسدس، لكن ولا ضرب عليا ولا ضرب على اخو سوريا. خدت بعض جري يا جماعه الخير وعلى بيت مين؟ مدير البنك، اللي مدغشقر وطايا عايزين ينتقموا منه. انا رايح بخصوص ايه؟ ان انا من 6 المغرب لحد 11 ونص بالليل بكلم في بنته وابنه وبعرفهم الحقيقه الكامله والشامله لمدغشقر وطايا وايه اللي حصل. طبعا انا بعد ما حكيت لهم على كل ده تواصلوا معايا الحل ان انا اقضي معاهم يوم التطهير ده، بس مش هيكون بعلم مدير البنك، فمعناته ان انا مش هخش من الباب. وصلت قدام البيت، نزلت من العربيه ورحت جاي قلع شنطتي، فاتحها مطلع منها اللابتوب. انا ولا معايا تليفون ولا معايا اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي هعرف اتواصل بيها مع البنت دي الاكونت بتاع تشارلي ابن مدير البنك، لان انا كان لازم اكلمها مكالمات وفيديو كول مش اتشات معاها. طيب كنت بتكلمها منين؟ من على منصه اسمها ديسكورد، بتوع الالعاب الاونلاين هم اللي هيكونوا فاهمين الكلام ده كويس. دي منصه تواصل اجتماعي، اتواصلت انا وهي عليها وبقيت بكلمهم من عليها. وعلى فكره المنصه دي مشهوره جدا عندهم في امريكا، يمكن اكتر من مصر من عندنا. المهم من هنا لهنا فتحت اللابتوب ورحت جاي رنن ديسكورد عليهم. نظام البيوت هناك في امريكا بيبقى بيت كامل متكامل دور واحد بس، مفيش دور تاني، مفيش اسطح، مفيش الكلام ده خالص. حاولت اطلع على شجره من جنب البيت ومنها نطيت على الشباك. اصبحت انا داخل غرفه مين؟ تشارلي. مين مستنيني في الاوضه جوه؟ تشارلي واخته ولاد مدير البنك. وكده فاضل على التطهير دقيقه. اول ما الدقيقه دي جت من هنا يا جماعه الخير لقيت مدير البنك ابو تشارلي عنده احدث اجهزه امنيه في البيت، يدوس على الزرار من هنا البيت كله يتفيم بجراش. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. ولا اسلحة ولا معدات ولا اي سلاح اي ار يقدر يخترق الكفر ده. ده معناته عشان حد يقدر يقتحم البيت لازم يضرب عليه 4G، وده ممنوع عندنا في امريكا. عندكم في امريكا؟ هو انت مين اللي بيتكلمني؟ هو انتوا مش ملاحظين ان اسلوبي اختلف شوية وانا بحكي القصة؟ انا تشارلي مش نوح. بقيت واقف انا واختي في الاوضه، اقسم بالله العلي العظيم احنا ما واثقين في نوح، بس مش عارفين نعمل ايه. احنا من كتر خوفنا على بابا حاولنا نساعد بابا، والاول مره في حياتنا نكذب عليه ونعمل حركه زي دي ان احنا ما نعرفوش احنا بنعمل ايه. بس لما قالوا لنا ان هم مجهزين خطه لبابا ساعتها انا واختي ما فكرتش وصدقنا اللي اسمه نوح ده وخليناه فعلا يخش البيت عندنا. طب مش ممكن يكون نوح بيضحك علينا وان هو عمل ده في سبيل من الخطه؟ ازاي وهو سلم دكتور احمد وجاب لنا فيديوهات من كاميرات مراقبه ودكتور احمد بيتاخد، وجايب لنا مكالمات مسجله من طايا وهي بتهدده، وجايب لنا فيديو للي اسمها سوريا وهي بتولع، وجايب لنا فيديو كمان لسوريا ومدغشقر وطايا بيهددوها. بصراحه كلمنا نوح كتير وما وثقناش فيه بالساهل. انا عايز اقول لكم ان سفاره التطهير اول ما سفرت من هنا شعب امريكا كله اتعامل بوحشيه. No!
كله بقى بيقتل في بعضه، وده بينهب المحل الفلاني، وده بيخترق البيت ده، وده له حق عند ده عشان يروح له ياخده، وده جه عليه فتره ظلم ده فده راح جاي راجع قتله، وكل واحد بيخلص حقوقه مع التاني. انا قاعد في الغرفه انا واختي ومعانا نوح، بيحكي لنا شويه تفاصيل اكتر. طب هم هيجوا ينتقموا من بابا ازاي؟ طب هم هيدخلوا البيت هنا ازاي؟ طب خطتهم ايه من ان هم يخشوا البيت والبيت عارفين ان هو عليه كفر حمايه ولا ارباجيه يعرف يخترقه؟ بص يا تشارلي انت واختك، انا لمجرد ان انا اتعاملت مع مدغشقر وطايا عرفت ان دول مجانين وبيعملوا كل حاجه، انا مش عارف اعمل ايه، ولو انا واقف جنبكم وبساعدكم فده حاجه زي التطهير برضه، بس مش زي عندكم بوحشيه ان انا اقتل ده او ده يقتلنا عشان نطهروا نفسينا. عملت ذنب وعارف ان انا عملت ذنب، ان انا خدت حقي من سوريا، بس كانوا هم السبب في ده. whatever مش هتفرق، انا دلوقتي بحاول اعمل اي حاجه تعرفني ان انا لسه عندي جانب صالح في حياتي. ما تخافش يا نوح، انا واختي معاك وعمرنا ما هنسيبك، وانت بني ادم صالح ولسه جواك جانب حلو في حياتك، وهنحاول نساعدك والله. احنا الثلاثه قاعدين فجاه الاقي صرخه واحد عمال بيلف في الشارع بره، الحقوني الحقوني عايزين يموتوني، وعمال يصوت ويصرخ شبه المجنون في الشارع. انا خدت بعضي ورحت غرفه كاميرات المراقبه، الغرفه اللي بابا حاطط فيها الشاشات بتاعت كاميرات المراقبه، كاميرات المراقبه اللي مرصوصه كلها حوالين البيت، وفعلا لقيت شخص اسمراني وقرع عمال بيصوت وبيلف حوالين البيت شبه المجنون، وان في حد عمال يلاحقه وانه لازم يهرب منه بسرعه. فجاه لقيت نوح جاي بينهج. في ايه يا نوح؟ الشخص اللي بره ده ماله يا نوح؟ الشخص ده اخو، الشخص ده اخو سوريا يا تشارلي، بالله عليك حاول تدخله، انا عايز الحقه، عايز اكفر عن ذنبي. بس ده ما ينفعش، بابا مقفل يا نوح. بالله عليك يا تشارلي. حاضر يا نوح. وفعلا فتحت له الباب ورحت له، تعالى جري تعالى. طبعا الباب اول ما اتفتح من هنا صوت الانذار لف في البيت كله، علاجيه مين؟ بابا وماما والشخص اللي نوح قال لي عليه اللي هو اخو سوريا ده، فعلا لحق ودخل البيت، وبابا راح جاي رافع الكفر بتاع البيت تاني وقفل علينا البيت. انا تشارلي واقف وماما واقفه وبابا واقف والشخص اللي نوح قال لي عليه اللي هو اخو سوريا ده واقف معانا. فجاه بابا يعمر السلاح ويرفعه في وش اخو سوريا. اوعى تتحرك يمين او شمال، هفرغ السلاح ده كله في دماغك. هي ام نوت سبيك انجلش، ام سبيك عربيك، ام فروم ان ايجيبت. ده اخو سوريا اللي بيحاول يوصل لمدير البنك ان هو من مصر ومش من هنا، وما بيعرفش يتكلم انجليزي. علاجيه مين نازل من فوق؟ نوح واختي. بابا اول ما يشوف نوح يرفع السلاح في وشه. مين ده كمان يا تشارلي؟ ده حد عايز يساعدنا يا بابا، ده اسمه نوح. وفجأة يا جماعة الخير ماسك سلاح وموجهه في وشي، ابص على يميني الاقي في ايد بنته مسدس خدته من ايديها، ورحت جاي موجهه على وش مدير البنك. انتوا عارفين وانا عارف ان انا دكتور، مش وش اسلحه ولا الكلام ده، ولا هضرب عليه النهار. انا كنت بحاول ان انا اتفاوض معاه بس للاسف ما لحقتش. بابا نوح اهدوا السلاح هيطول. وفجأة نوح وبابا يضربوا نار على بعض. نوح مات. واللي بيكمل معاكم القصة تشارلي. وفجأة كلنا واحنا في البيت النور يتقطع علينا ونسمع صوت ضحكة مجنونة بره في الشارع. نروح انا وبابا وماما على غرفة كاميرات المراقبة، نلاقي واحد مقرب وشه من الكاميرا وجنبه بنت لابسة قناع، فبابا عمال بيدقق في الوش. الواد ده انا شفته فين قبل كده؟ مدغشقر. انا اول ما بابا ما قال الاسم ده من هنا جسمي اتجمد مكانه. بابا مفكرني مش عارف حاجه، ما يعرفش ان نوح قبل ما يموت حكى لي انا واختي على كل حاجه. مدغشقر وطايا واقفين قدام الباب وعمالين يتكلموا. بابا يفتح صوت الكاميرا يلاقي مدغشقر بره عمال بيبعت له رساله، عيالك ما يعرفونيش، انت اللي عارفني يا سياده المدير، انا عايز اخش اتغدى عندكم النهارده ممكن؟ بعد اذنك تشارلي خد ماما واطلع على اوضه المؤمنه، وانا هحاول اجيب اختك وهاجي لكم جري. الشخص اللي واقف ورا الباب ده معقد نفسيا، مجنون يا ابني. انا في بالي كده انا عارف يا بابا من غير ما تقول، وعارف مين الشخص ده. وفجاه يا جماعه الخير مدغشقر يدخل البيت ويعمل اللي في دماغه. دخل البيت ازاي؟ من بوابه الجنينه. دخل ازاي؟ غشك
سكر اول ما دخل البيت من هنا بقى بيجري شبه المجنون في الشقه وبيدور على بابا. بابا طلع وحاول ان هو يصمد قدامهم، ولكن وبابا كمان مات. فجأة لقينا تيم كامل مقنع بيشيلوا اقنعه من على وشوشه. المشكله ان دول مش شباب قد مدغشقر وطايه، دول ناس كبيره، ودول التيم بتاع مدغشقر وطايه اللي كان نوح بيقول لنا عليهم قبل ما يموت. بقت قاعد انا واختي وماما ورافعين في وشوشنا اسلحه، ومدغشقر وطايه واقفين في النص بيتكلموا معانا وبيقولوا لنا ان بابا عمل ايه وان هم جايين ياخدوا حقهم بسبب ايه. قلت لهم انا عارف كل ده وعارف ان انت جاي انتقمت من بابا ليه. نوح حكالي على كل حاجه. نوح هو فين؟ وحشني بالله، عايز اطهره قبل ما اليوم ما يخلص. بابا سبقك وطهره. يا خساره يا نوح. يا الساعه كام؟ 6:10. الصبح طلع بسرعة. كل اللي حصل ده في 6 ساعات بس. كنت عايز اموت اكتر يا طايا. مش مهم يا مدغشقر، المهم ان احنا نطهر دول قبل ما العشر دقايق ما يخلصوا. وفي ثانية الا ثانية مربطني انا وماما واختي يجي لنا شخص ما كناش نتوقع ان هو ينقذنا. يا جماعة الخير، اخو سرايا الاسمراني. مدغشقر وطايا اول ما شافوه من هنا جروا لانهم ما كانش معاهم اسلحه. اخو سرايا طيب موت شويه اشخاص من التيم والشويه التانيين سابهم، قال لهم فاضل كام دقيقه على التطهير، كفايه لحد كده، كفايه قتل الليله. ومدغشقر وطايا هربوا، والنهار طلع من هنا والشخص الاسمراني اللي هو اخو سرايا ده ساب لنا الاسلحه وخب بعضه ومشى. ونوح الله يرحمه، نوح لو رفع السلاح في وش بابا فده عشان كان بيحاول يدافع عن اخو سرايا. عدل ربنا عظيم، نوح لو ما كانش طوع طايا ومدغشقر كان زمانه عايش لحد دلوقتي، وكان زمان القانون جاب له حق ابوه. مجمل القصه واللي عايز افهمه لك، المقصد من القصه ان انت لو ليك حق عند حد يا تجيبه بده يا سيب القانون يجيبه لك او ربنا يجيبه لك. دول للاكل بس وللعمل، اصل احنا مش في غابه، ده يجيب حقه من ده وده ينزل ينتقم لده وده يعمل في ده. مفيش الكلام ده عندنا، الكلام ده في امريكا بره. عندي طايا مدغشقر هما فين؟ صح موجودين بس بيجهزوا لقصه تطهير تانية. اصل انا ولا تشارلي المره دي ولا نوح، انا حمو اهاب وبقول لكم انتظروني في قصه تطهير تانية. السلام عليكم.